البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. المهم اليوم جيت نقدم لكم واحد الوصفه غادي نديرها اليوم الغداء. قلت علاش لا ما نشاركش معكم هذه الحوته، كتجي غزاله بزاف. بالنسبه لهذه الحوته البنات، النوع ديالو القرب، يعني الناس بزاف راه كيعرفوا النوع ديال الحوت ديال القرب. هي باقا البنات جديده، باقا ما منقيه ما والو. بالنسبه للبنات هذه الحوته هذه راه مشدوده بالقصبه ماشي بالشبكه، يعني الحوت ديال القصبه راه الناس اللي كيعرفوا في الحوت راه غيعرفوا الحوت ما بين نوعيه القصبه ونوعيه ديال الشبكه، كيكون بنين بزاف وكيكون زوين. المهم البنات غنشارك معكم هذه الوصفه، هذه كتجي زوينه. ما غاديش نديرها بالخضره حيت ملي كدير الحوت بالخضره في الفران الحوته كتشرب الخضره وما كيبقاش ما كتخليش المذاق ديال الحوته، يعني ما كتحسوش بالمذاق ديال الحوته. المهم البنات انا غادي نقي دابا الحوته وغادي نرجع معكم باش نشارك معكم الوصفه. المهم كنتمنى البنات تدعموا هذه القناه هذه وتشاركوا وديروا الجرس، وكنتمنى من قلبي الوصفات ديالي يعجبوكم. وشكرا لكم بزاف. انا غادي نقي الحوته وغادي نرجع معكم دابا. هانتوما البنات انا رجعت معكم كيف ما كتشوفوا، هانتوما هي الحوته حيدت لها القشور كامله، نقيتها مزيان خويتها من هنايا من هاد البلاصه هادي، حيدت لها هاد الجنيوحات اللي تيكونوا هنايا حيدت لها هاد الشوك اللي تيكون هنايا. المهم انا نقيتها مزيان، غير هانتوما البنات ملي غادي نعمرها انا ما غاديش نحلها من الكرش ديالها من هنايا، غادي نحلها من الظهر ديالها. هنا غندير واحد الحله صغيره وغادي ندخل الموس لداخل كما غادي تشوفوني غندير، وغادي نجبد داكشي اللي في الكرش ديالها. منين غنجبد داكشي حيت باش غنعمرها العماره غنخشيها لتمايا يعني لداخل، يعني خصني نخويها. يعني غندابا شوفوا البنات راه من الظهر ديالها غادي نحلها، راه ماشي من الكرش ديالها. المهم هانتوما خليكم معايا انا غادي نحلها دابا وغتشوفوني كيفاش غادي نحلها وغادي نجبد داكشي اللي فيها في الكرش ديالها. المهم خليكم معايا البنات. هانتوما البنات شتي، المهم الكرش ديالو هي هادي، يعني ماشي غتجيو تحلو من هنا، غتحلو اونفاس الكرش ديالو. المهم غتشدو من هنا غادي توركو مزيان وغتحلو هنايا، غديرو غير واحد الحله صغيره بحال هكا وغتدخلو دابا الموس حتى توصلو، ها نتوما شتي تتوصلوا للكرش ديالو. ها نتوما انا دابا تنحس به، ها نتوما ها هو الموس، انا كنقيس الموس دابا هنايا كنقيس الموس. ها نتوما يعني كنحلو هكا، ها نتوما شتو البنات انا دابا حليتها. ها نتوما البنات غنزيد واحد شويه هنا باش يخرج ليا. هانتوما شوفوا الموس كيفاش، انا كنقيس الموس من هنايا. المهم انا غادي نحلها دابا باش غادي نجبد داكشي اللي في الكرش ديالها كما كتشوفوا. هانتوما شوفوا البنات انا غنجبد دابا هادشي اللي في الكرش ديالها كما كتشوفوا. هانتوما هي غادي نجبدو مزيان وغادي نغسلها وغادي نرجع معكم تشوفوني الطريقه كيفاش غنعمرها. المهم البنات انا رجعت معكم كما شفتوا، راني خويتها من الداخل، خويت لها الكرش ديالها كامله نقيتها وغسلتها. المهم دابا البنات غنوريكم باش غادي نعمرها. هنايا درت الرز
مول على حسب الكميه نتوما اللي بغيتو. سلقت الرز نص سلقه وشحرته بشويه ربيع البنات وورقه سيدنا موسى وشويه الملح وواحد جوج فصوصه ديال الثومه وزيت البلديه. هادشي اللي درت فيه، ما بغيتش ندير فيه لا عطريه لا حتى حاجه باش تبقى النسمه ديال الحوت، يعني ما تبدلش. بالنسبه للصوصه البنات شنو غنحتاج فيها؟ معلقه ديال التحميره، معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال الخرقوم، غير معالق صغار، معلقه ديال الخرقوم بلدي، معلقه هنايا ديال القزبر، هنا ورقه سيدنا موسى غير غادي نديرها، هنا الزعتر، هنايا الكمون، هادو على الكيغدو باش غادي نسد لها الكرش ديالها. غنحتاج واحد نص حامضه، واحد المعلقه كبيره ديال الصوص ديال الصوجا، الملح، زيت البلديه البنات، واحد شويه البزار، هذا غير واحد الزليفه فاش غادي نخلط. هنا غنحتاج غير مطيشه، غندير لها غير مطيشه من الجناب، كتجي زوينه فاش كطيب، كتجي غزاله البنات. المهم ها نتوما غادي نعمرها، خليكم معايا كما غتشوفوا غادي نعمرها. ها نتوما غتدفعوا مزيان حيت راه الكرش ديالها راه غارقه، يعني غتهز لكم هذا الرز، هذا تعمروها مزيان. الرز اللي بقى لكم ديروه في الجناب. جربوا هذه الوصفه البنات غادي تعجبكم بزاف والله العظيم. انا الحوت اللي كندير في الفران ما كنديرش معاه كاع الخضره، قليل الحوت اللي كتجي معاه الخضره. هانتوما البنات غير دفعوا مزيان الرز، هانتوما البنات باش تسد لينا هنايا. هانتوما البنات دابا غادي نديرو لاصوص باش غادي ندهنوها من الفوق. نديرو هاد العطريه هادي كامله اللي قلت لكم، نصوصوها هنايا، نزيدو على هنايا البزار، غير شويه البزار متكتروش، نزيدو هنايا الربيع، نزيدو الملح، واحد المعلقه ديال الصوص ديال الصوجا، كتجي زوينه في الحوت. واحد جوج معالق ديال زيت البلديه، ندير هنايا واحد نعصر، ندير حامضه كامله، الحوت كيبغي الحامض. المهم هانتوما البنات غنخلط هادشي كامل، ثم البنات راح تجي عاقده شي شويه، غنزيدو عليها الزيت الروميه بحال هكا حيت خصها تجي جاريه باش تدوز على الحوته. هانتوما هانتوما الشي هي دابا جرات. انا دابا غادي نسد الحوته، نخليوها على جنب، غنسد دابا الحوته بالكيردون. هانتوما البنات توديروا لها غير الكيردون بحال هكا، هاتي مع الحوته جديده البنات قاصحه. هذا مهرس قاصحه يا البنات، نعم عرفتي واش كتبغيو ديرو هاد الكيردو، بخصوص الحوته اللي كانت جديده كيبغيش كاع يدخل ليكم الكيردو. ها نتوما كتمشيو معاها كامله بحال هكا بالكيردو باش ما كتحلش ليكم.
معليش الروز واخا يخرج الروز، اصلا هذا الروز غادي نزيدوه في الجناب. هانتوما كما كتشوفوا غنجيب واحد المول بحال هكا ولا طاول اللي عندكم نتوما يديروها. عند هنا بواحد شويه ديال الزيت هكا، يا زويته روميه، عندنا هكا بشويه ديال الزيت هانتوما كما كتشوفوا البنات دهنوها مزيان بلاصوص، دهنوها بلاصوص مزيان بحال هكا. المهم غادي نجيبوها دابا ونحطوها على هاد الجهه هادي اللي دهناها. هانتوما دابا عاد ندهنوها من الفوق. كي كدهنو بداك لاصوص كامل هانتوما البنات غنخليو غير واحد شويه لاصوص هنايا باش ما نستفو مطيشه، غنديرو غير واحد شويه الماء باش ما تلصقش لينا هنايا، نخويو فوق مطيشه المهم غنستف مطيشه انا بحال هكا غير في الجناب، نستف مطيشه هكا في الجناب. هانتوما كما كتشوفوا دابا غادي نزيد شويه ديال الماء هنايا باش غادي نخوي على ديك المطيشه من الفوق. هانتوما المهم البنات هالحوسه دابا ديالنا واجده معطره غزاله، ولكن عرفتي صدقوني بزاف الا جربتوها الترموله هادي عرفتي كتجي رائعه كتجي غزاله بزاف. المهم انا دابا غنغطيها البنات بالبابي الومنيوم وغادي ندخلها الفران على درجه 180 درجه لمده ديال ساعه المقانه، وغادي نحل عليها وغادي نجبدها ان شاء الله ونقدمها معكم بالصحه والراحه وغتشوفوها كي جات كتجي غزاله. البنات نسيت ورقه سيدنا موسى كتحطوها غير بحال هكايا بحال هكا غير في الجنب كطلق واحد المذاق في الحوت كتجي زوينه بزاف. المهم البنات نقدمها لكم بالصحه والراحه. الغزاله ديالي انا رجعت معكم، المهم هي الحوته ديالنا ها هي وجدات، شوفوا كي جات ما فيهاش ما في لاصوص قليله غير ديال المطيشه ها هي، وما جاتش الشربه العطريه بزاف، العطريه فيها غير من الفوق باش يعني تحافظ على المذاق ديال الحوته ما تجيش فيها العطريه كثيره. المهم ها انتما خليتها حتى نشفات مزيان، يعني غناكلو غير داك غير الحوت والروز اللي فيه لداخل. بالنسبه للبنات للروز اللي بقى ليا ها انتما كما كتشوفوا انا درته في الالومنيوم ورجعتو درتو غير من هنا من الفوق عاد سديت على الحوته. ها نتوما كما كتشوفوا ها هو يا سخون كيجي زوين كيجي بنين، درتو كمل الطياب ديالو. ماما البنات قولوا لي كي جاتكم الحوته، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه غتعجبكم بزاف، وكنتمنى تدعموني واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك باش نزيد نعطيكم الجديد ونزيد نعطيكم وصفات بزاف اللي هي زوينه. وشكرا لكم بزاف كنشكركم، وكنتمنى تشاركوا ان شاء الله في القناه وشكرا لكم بزاف.